لكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا واحد العصير بحال راني كيجي احسن منه، يعني راني اللي كنشوف من الزنقه كيجي احسن منه. ونبداو على بركه الله. فيه هنا الخوخ، تقريبا هنا كيلو ولا ربع ديال الخوخ، يعني بغيتو تحسبوا بالحبات، يعني هنايا جوج ربعه 600 ديال الحبات ديال الخوخ. غنحطهم يتسلقوا، ومن بعد ما يتسلقوا غادي نشوفوا شنو غادي نديروا. بغيتو ديروا قطع ديال راني اللي كيكونوا قطع ديال راني، يعني قبل ما يتسلقوا، يعني قبل ما تخرجوهم، قبل ما يكملوا في السلق ديالهم وحدين، خليهم شويه يعني 5 دقائق من بعد الغليان ولا هذا. بعد ما تغلي لك الحله او الجميله، بعدها ب5 دقائق تاخدي وحده، تحيدي وحده ولا جوج، تقطعهم قطع صغيرين باش ديرهم بحال شكل ديال دوك القطع اللي تيكونوا فراني. يلا نبداو على بركه الله. هانتوا البنات، سلقتو، حيدت وحده، يعني كانت ما تسلقاتش مزيان كيف قلت لكم باش نقطع قطعات صغيرين. سلقتو، دابا راه خليته يبرد شويه شويه، وغادي نقشرو ونطحنو. هانتوما البنات، انا كنخلي فيه هاد القشره هادي، انا قشرت غير البلايص اللي تيكونوا شويه دايرين، كنخلي فيه هذا باش يعطي داك لوغو، يعني ما كنحيدهاش كلها، كنحيدها غير شويه الا كانوا شويه قاسحين ولا فيهم شي حاجه. صافي، كنجيبوهم هنايا. فنديرو في كاس ديال في الخلاط، وهاد الماء هذا ما كرميوش، هاد الماء كيكون فيه هاد اللوين هكايا، هكا ما كرميش، هو اللي كنسلقو فيه. غنزيدو عليهم، نزيدو السكر على حسب الحاجة، على حسب الرغبة والاختيار. على حساب كل واحد شحال بغا ديال السكر. تقريبا انا درت هنا 3 المعالق، 3 المعالق. نزيدو الساشيه ديال الفاني. نخلطوا كل شيء ونرجع. هانتوما كيجي شويه خاطر، غنزيد ليه شويه الماء. هانتوما يعني شوفوا ما شاء الله، يعني غير هذيك قولوا 7 ديال الخوخات ما شاء الله شحال خرج لينا ديال العصير. نزيدوا فيه شويه الماء لانه هو ثقيل. هانتوما زدت فيه الماء، معاود رجع نضربو هكايا جوج ضربات في المورينيكس ولا الخلاط ولا صافي. نجيبو هادو اللي قطعناهم، هاهمايا قطعناهم مكعبات بحال شكل دراني، يعني وبالنسبه اللي ما كيبغيش القشور ديال الخوخ حيدهم، يسولهم ماشي مشكل، انا كيعجبوني خليتهم. ما كيبانوش اصلا ملي كطحنيهم، ما كيبانوش. شو ما شاء الله، يعني شحال خرج، وصدقوني يعني كيجي بحال راني وحسن منه، يعني ده طبيعي، وكيجي المذاق ديالو لوغو ديالو ديال راني وحسن منه. شي حاجه صايبه في الدار وبكميه كثيره، بدل ما تشريو راني هكا كيكون شويه وغالي، علاش لا؟ رمضان كيبغي التنوع. وهذا كان تنكبوا لكم في كاس. شوفوا وهذا كان اقتراح اليوم من عصير، من العصائر، يعني عصير سهل ومنعش وزوين بحال راني، يعني جربوا وان شاء الله يعجبكم. وردوا عليا في التعليق ديالكم، كتبوا لي في تعليقكم، ردوا عليا في التعليق ديالكم
ونتمنى يعجبكم، وكيف دايما شكرا الدعم ديالكم تشجيعكم. وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.